هنروح للخبر اللي بعد كده وهو الكاراتيه، زي ما قلت لحضراتكم ان الكاراتيه كلعبه في مصر هي لعبه فرضت نفسها انها تكون عالميه وتحط دايما مصر في مصاف الكبار الكبار في هذه اللعبه وبالاخص طبعا اكاديميه النادي الاهلي للكاراتيه وايضا فريق النادي الاهلي للكاراتيه سداسي النادي الاهلي للكاراتيه هيشارك مع المنتخب باذن الله في بطوله العالم بتركيا وده خبر يعني ست لعيبه من النادي الاهلي بيشاركوا مع المنتخب وعدد كبير جدا ده بيدل قد ايه اكاديميه وكلهم بيبقوا اولاد النادي الاهلي. اكاديميه وفرق, وفرق النادي الاهلي بتبقى هي الدعم الاول لمنتخبات الكاراتيه سداس الكاراتيه بالنادي الاهلي وهم ياسين احمد وعمر اشرف ومحمد صلاح ومريم احمد وملك ناجي وفاطمه عبد الناصر بيستعدوا مع المنتخب علشان لصورهم طبعا نجومنا الكبار بيستعدوا مع المنتخب عشان يشاركوا في بطوله العالم واللي بتتلعب في تركيا في الفتره من 26 لحد 30 اكتوبر اللي احنا فيه سداس الاهلي هيلعبوا في الموازين دي ياسين احمد كوميتي ناشئين وزن 70 كيلو جرام عمر اشرف كوميتي شباب وزن فوق 76 كيلو جرام محمد صلاح كوميتي ويا رب ان شاء الله الاسم يكون فاتحة خير عليك يا محمد محمد صلاح كوميتي تحت 21 سنه وزن 60 كيلو جرام مريم احمد كاتا بنات 16 سنه وكاتا جماعي شبات ملك ناجي بتلعب كوميتيش ناشئات فوق وزن 54 وفاطمه عبد الناصر كوميتي شابات وزن 59 كيلو جرام كل التوفيق طبعا لنجومنا ونجمتنا في الكاراتيه وزي ما قلت لحضراتكم طبعا يعني زي ما بيقولوا الايقونه بتاعتنا دكتور مهند مجدي عضو مجلس الاداره عندك كمان طبعا جيانا فاروق دكتوره جيانا فاروق نجمتنا البطله الاولمبيه عندنا لعيبه ولاعبات عملوا اسم كبير جدا ومناسبة دكتور مهند مجدي رجع يلعب تاني اه والله زي ما بقول لكم لا شيء يمنع ابدا لعبه احنا يعني بنتفوق فيها دكتور مهند عضو مجلس الاداره النهارده رجع يلعب تاني وبيشارك في بطولات وكان في بطوله قريب على ما اشك اظن في تركيا آه هو عنده لسه الرغبه وعنده القدره يلعب الكاراتيه ما فيش أو ما فيش اي رايحه تمنعه انه يشارك في البطولات الدوليه اذا يشارك ودي حاجه جيده جدا جدا ودايما دكتور مهند مجدي بيضرب المثل ان ايه ان الرياضه آه عزيمه واراده خاصه انه كان بطل عالم في وقت من الاوقات نتمنى كل التوفيق يا دكتور مهند ان شاء الله هنروح للسكواش مصطفى عسل يبدو انه يعني يعني كلما لم يوفق في بطولة أو اثنين بيزداد إصرار وبيزداد عزيمة وبيزداد إرادة في المكسب مصطفى عسل بعد لم يوفق في بطولة قطر ورجع بطولة مصر الدولية تقريبا على ما تذكر خد ثالث في البطولتين راح شارك في بطولة جراس هوبر للسكواش وعلى فكرة البطولة دي من ليفل 1 كل الأبطال اللي لعبوا في قطر ولعبوا في بطولة مصر المفتوحة راحوا بطولة جراس هوبر للسكواش مصطفى عسل توج بهذه البطولة اللي اتلعبت في فتره من 18 ل 23 اكتوبر اللي احنا فيه في زيورخ بسويسرا مصطفى كان فاز في, في النهائي على زميله في المنتخب مروان الشرباجي بنتيجه 3-0 في مباراه استمرت 39 دقيقه ودي بتبين قد ايه تفوق مصطفى عسل وجت نتايج الاشواط 13-11 11-2 نتيجة قاسية على مروان و11 5 الشوط الثالث مصطفى بدأ مشواره بالفوز على بطل فرنسا مارشيه بنتيجة 2-0 وبعدين فاز على زميله في منتخب طارق مؤمن بنفس النتيجة وبعدين فاز على مصطفى مصطفى فاز في النهائي على زميله فارس دسوقي بنتيجة 3-2 وخليني أقول لكم إنه مثلا هديكم مثل بسيط هتقولي طب فين بول كول؟ بول كول خسر يعني بول كول خسر من من طارق مؤمن طارق مؤمن طلع بول كول فاذا كل اللعيبه الكبار كانوا موجودين فالنهارده مصطفى عسل لما بياخد بطوله زي دي وهو دلوقتي بيتربع المركز الثالث هو بياخد خطوه خطوه عشان يوصل لقمه التصنيف العالمي كل التوفيق لمصطفى عسل وبكده نكون خلصنا اخبار النادي الاهلي خلينا نروح للأخبار